السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتي سنتر يستقبل موسم الشتاء بفعالية جدا ضخمة تناسب جميع الأعمار. طبعا هذه الفعالية راح تكون ترفيهية وممتعة وأيضا تعليمية. التفاصيل أكيد تتابعونها في هذا التقرير. يستقبل سيتي سنتر البحرين وجهة التسوق والترفيه والحياة العصرية الأبرز في مملكة البحرين موسم الشتاء من خلال أنشطة ترفيهية ملائمة لجميع الأعمار، بالإضافة إلى تقديمه جائزة كبرى مميزة. وتتضمن الحملة الخاصة بموسم الشتاء الممتد على فترة شهرين مجموعة من الأنشطة الاحتفالية، كما تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بأحدث طراز من سيارة لكزس LS500 الفاخرة، وتستمر هذه الحملة حتى 31 من شهر يناير. والله الفعالية حلوة، يعني الفعالية مناسبة حق جميع الأعمار، سواء كانوا أطفال أو كانوا كبار في السن. أشوف يعني جميع الأفراد المجتمع من داخل البحرين من خارج البحرين كلهم موجودين، هاي شيء وايد حلو. يعني السحب دائما هو جذب حق السياح وجذب حتى حق المواطنين، يعني فكرة حلوة أن الواحد يشتري شيء ويفوز بشيء يعود. يعني